أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الأخبار. حملت زوجة الأسير عبدالله البرغوثي الحكومة الأردنية وكل مسؤول قادر على إيصال صوت الأسرى تدهور صحة زوجها. جاء ذلك خلال الاعتصام الأسبوعي الذي تنظمه الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء في مقر الصليب الأحمر برام الله، بحضور وزير الأسرى عيسى قراقع وأهالي الأسرى في سجون الاحتلال. وأضافت سمر البرغوثي أنها لم تسمع عن أي مسؤول أردني تحرك جدياً لنصرة الأسرى الأردنيين. تظاهر أمس العشرات في رام الله يحملون الشعارات المناهضة لتنفيذ مخطط التطهير العرقي برافر بحق مواطني النقب. وجاءت هذه المظاهرة استجابة للنداءات التي تنقلتها صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية، داعية إلى الإضراب الشامل والتظاهر في 15 نقطة في النقب والمثلث والجليل بالتزامن والتعاقب مع نقاط تظاهر أخرى في الضفة الغربية والقدس وغزة. نظم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية العاملة لمناهضة العنف ضد المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومجموعة من المؤسسات الحقوقية والنسوية اليوم الثلاثاء اعتصاما أمام مجلس الوزراء في رام الله، احتجاجا عما تتعرض له النساء من العنف والاعتداءات وللمطالبة بإقرار مشروع قانون العقوبات. هددت نقابة العاملين بالمستشفى الأهلي التابع لجمعية أصدقاء المريض في الخليل بإغلاق المستشفى احتجاجا على عدم تلقي الموظفين رواتبهم للأشهر الثلاثة الأخيرة. وبات أكثر من 350 حالة مرضية يوميا ومن 650 عملية شهريا يجريها المستشفى مهددة بالخطر في حال طبق القرار. انتهى الموجز. مزيد من الأخبار والتقارير المصورة تجدونها على موقع وطن الإلكتروني www.watan.tv. في أمان الله.